للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. تعودنا في هذا البرنامج أن نكون حلقة وصل ما بيننا وما بينكم يعني استقبال ملاحظاتكم آرائكم، كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. طبعا أيضا متعودين علينا في رمضان أن يكون عندنا سؤال المسابقة اللي بتخبركم فيه إن شاء الله الدكتورة بدرية الحرمي اللي شاركني تقديم هذه الحلقة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحك النور والسرور، صباحكم الحب والطمأنينة، صباحكم صحة وسعادة محمود والجميع مستمعينا مستمعين برنامج صحة وسعادة. صباحك الله بالخير. شو سؤال المسابقة اليوم يقول دكتورة؟ مستعدين اليوم للسؤال. سؤال بسيط يقول: كم من السكر يجب أن نستهلك كل يوم؟ 10% من السعرات الحرارية اليومية، 2 20% من السعرات الحرارية اليومية، 3 30% من السعرات الحرارية اليومية. الإجابة بتكون على الرسائل النصية 4006. 4006 فقط اللي يتابعونا على الانستغرام. يعني سامحونا، عندنا نحن في هيئة الصحة بدبي يعني مجموعة من المسابقات عبر حسابات اللي هي DHA_دبي. وعلى طاري الحسابات الهيئة بتكون معانا حين عبر الهاتف أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا عندنا في هيئة الصحة. صبحت الله بالخير أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور. صبحت النور يا أسماء. شو الحال اليوم؟ شوية قبل أتحدث عن تفاصيل شو اللي صاير عندنا في السوشيال ميديا، يا ليت تعرفين المستمعين بالمسابقات اللي تمت حق رمضان. ما باقي شيء، ما شاء الله رمضان طار علينا. الحين باقينا مسابقتين في السوشيال ميديا اللي هي صحة وسعادة، لكن الأفلام الفيديو اللي نحطها بشكل يومي الساعة 9 فيها سؤال ب5000 درهم يتم ترشيح كل يوم شخص، والفائز واحد أسبوعيا. غير هذه المسابقة الثانية اللي اسمها طبختنا عليك، نحن نحط لهم المقادير ولازم هم يبتكرون لنا طبخة عليها، وفي هاشتاج طبختنا عليك. هذه حلوة هاي المسابقة هذه. يبانا نشترك بعد ولا شو؟ يبان دكتورة. دكاترة الهيئة ما يشاركون. الناس اللي يطبخون بس. نبغي بس المباراة، خاصة إذا كان مرعى الصحية الأولية ما يشتركون. ليش؟ إحنا نطبخ وايد حلو ترى. من ضمن الأشياء اللي صارت أمس كان لنا مشاركة في برنامج إمارات الخير على نور دبي التلفزيون والإذاعة لمساعدة المرضى المعسرين. هي وتم عرض الكثير من الحالات، والحمد لله الحمد لله تم التبرع لها من قبل اياد الخير ما شاء الله. غير هذا نحن حاطين سؤال، بما ان كنا في عندنا حمله اسمها خلي قدها وتغير، لكن نبغى نعرف الناس زاد وزنها ولا نقص، لان في ناس وايد زيد وزنهم بطريقه غير صحيه خلال شهر رمضان. صحيح. وهي فرصه جميله يعني ان الواحد يتحدى نفسه في هذا الشهر. بعد السؤال اللي حطيناه اللي يقول لا يحط علامة إنه أوكي، واللي يقول نعم يحط قلب مكتوب. زين. يعني اللي يحط قلب مكتوب كذا زايد 2 كيلو زيادة. ونختم بس برسالتنا الصباحية واللي هي جزء التوازن بين عملك وحياتك الخاصة، فكل ما خلط بينهما كل ما زادت الضغوط عليك. أحيانا المشاكل لما تكون من الصوبين وواحد يخلط تحس خلاص يضيع بينهم. صحيح. كلام جميل يا أسماء، ودمتم بصحة وسعادة. مشكورة يا أسماء. تسلمين يا أسماء، تسلمين. في علماء روس في مدينة كراسون يارسك
قاموا يعني بعملية فريدة من نوعها لإزالة ورم خبيث في الدماغ باستخدام رذاذ مضيء، حيث هذا الرذاذ تم ابتكاره خصيصا لهذا الغرض. طبعا تم إعداد الرذاذ اللي يشكل الحمض النووي أساسا له من قبل خبراء في جامعة كراسونيارسك بسيبيريا بالتعاون مع بعض العلماء الكنديين. هذا الرذاذ يقوم في أثناء العملية الجراحية بإضاءة أجزاء النسيج اللي أصابها السرطان، الأمر اللي يمكن الأطباء من الكشف عن أصغر نسيج للورم الخبيث باستخدام المجهر. طبعا جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الصحة الروسية أن التكنولوجيا الجديدة التي ابتكرها العلماء الروس تبسط عمل الجراحين وتسمح بالتعرف على الحدود الخاصة للورم الخبيث الحقيقية، كما أنها تزيد من فرص تعافي المريض بعد العملية الجراحية. هذا وتدرس وزارة الصحة الروسية في الوقت الراهن إمكانية الإنتاج الصناعي للرذاذ المستخدم في تلك العملية الجراحية. شو تعليقك على هذا الخبر يا دكتورة؟ أولا المدينة هاي غريبة، شو اسمها؟ ممكن تقولي إياها مرة ثانية؟ بقول لك إياها مرة واحدة وتقولي إياها 10 مرات، شو رأيك؟ كراسونيو كراسنو يارك. لا يعني تحاول انزين هذه يعني انا اشوف يارسك والله كراسنو يارسك زين يعني قلتها زين. يلا قولي انت مره واحده كراسنيو يارسك. يلا انزين انا اشوف حالتك مو بحسن عني شفت. يعني انا اشوف يعني صراحه ما شاء الله الطب بدا يتطور وبدت يعني الاشياء خاصه يعني مثلا في الاورام الدماغ، هاي الاورام يعني المشكله في الورم الخبيث انه يعني نمو الخلايا بطريقة شاذة عن الخلايا اللي حواليها، وهاي وهذا هو أهم نقطة. فأنت كيف هم يشخصون يعني هاي الخلايا أو كيف يكتشفون هاي الخلايا، ها وايد مهم لأنه بيفيد من العلاج. ف يعني وجود هاي التقنية الجديدة يعني شيء أكيد بيساهم. يعني الفكرة دكتورة دائما يقولون في عمليات الاستئصال الخاصة بالأورام السرطانية يقولون أن يرجع ينتشر أو لأن الحدود أوقات مثلا إذا ما يعني إذا ما استأصلوا بطريقة يعني تعرف لأن هي خلايا تتكاثر وأوقات خاصة إذا الأورام الخبيثة تكون يعني مستأصلة أكثر ويعني منتشرة أكثر. فهي إن كيف إن أنت تعرف حدودها بالضبط هذه الخلايا وهذا شيء زين. يعني واحد من الأخوان يقول لنا كيف أخف الكرش بدون عملية؟ خفف الجيمات أنا أقول، وشو بعد تمشي يعني سوي رياضة. سمعنا الجيمات يعني لأن الحين في هالوقت الحين هي السبب يعني في المتن في رمضان. لا عملية شوف يعني أكثر من طبيب نحن عبدالله يانا وتكلمنا في هذا الموضوع بشكل كبير، لكن إذا أنت يعني الأوزان مالتك ولا أقول لك شيء بخلي إجابتك عقب الفاصل لأنه بتكون معانا يعني في أثناء الحلقة بعد تكون واحدة من خبيرات التغذية موجودة معانا ما طرح عليها هذا السؤال هي أهل الاختصاص. دكتورة في الحلقة الماضية الأسبوع اللي طاف أنت وعدتي ناس أنك أنت بتتكلمين عن الأحواض الخاصة بالسباحة هي في المنازل. أيوة الأحواض أحواض السباحة الموجودة في المنازل. مثل ما تعرف يعني محمود حوض السباحة وجودة في البيت هذا عبارة عن عامل خطر، يعني أو يعني مثل ما يقول لك يعني في أي وقت ممكن يتحول إلى خطر للناس الموجودين خاصة الأطفال. ففي هناك بعض الاحتياطات الواحد لازم يحطها في باله، وهي احتياطات بسيطة بس ممكن الواحد ما تي في باله أو ما تخطر في باله. يعني واحد من الأشياء أهم شيء والقاعدة الأساسية إن ما نخلي عيالنا يصيرون أحواض السباحة هاي من غير يعني شخص بالغ. أهم شيء وما نعتمد ونقول لا والله مثلا يا أخوهم ولا أختهم مثلا اللي عمرها 12 ولا عمرها 13، لا يعني لازم يكون شخص بالغ سواء كانت المربي في البيت أو الأم أو الأبو. يعني هذا أول شيء، المراقبة أهم شيء. ثاني شيء إذا ينعن حوض السباحة نفسه في هناك يعني احتياطات السلامة لهالحوض، مثلا يكون ارتفاعه 1.7 متر يعني تقريبا، ويكون دائما نحط القفل على أعلى السياج هذا
ليش؟ عشان الأطفال ما يقدرون يفتحون ويكون عندهم طريقة سهلة. الشيء الثالث أن نحاول نبعد كل الطاولات كل كراسي حوالين الحوض عساس أنهم ما يقدرون بعد يركبون على الكرسي ويدخلون يعني شو مثل ما يقولون يتخطون هذا السياج. جميل، ناخذ سؤال الحلقة دكتورة. إنزين، سؤال الحلقة يقول كم من السكر يجب أن نستهلك كل يوم؟ 10% من السعرات الحرارية اليومية، 20% من السعرات الحرارية اليومية، 30% من السعرات الحرارية اليومية. الجواب بيكون على الرسائل النصية 4006. إذن اكتبوا لنا الإجابة مع الاسم الثلاثي، زين حتى اللي بيحط لي الإجابة الأولى الثانية الثالثة ما في مشكلة، بس حط لي الاسم الثلاثي بعد كذلك، وإن شاء الله في نهاية الحلقة بيتم السحب على 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. بعد الفاصل إن شاء الله عندنا موضوع ما نتحدث عن مراكز خدمات اللياقة الطبية، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة، هذا البرنامج اللي يقوم بإخراج العزيز الأستاذ عيسى سبيل، ومعنا أيضا في التنسيق ميرا الخفلي. إذن يعني في عندنا سؤال الحلقة، بتقولكم يا دكتورة بدرية الحرمي، تفضل الدكتورة شو سؤال الحلقة يقول؟ إنزين، سؤال الحلقة يقول كم من السكر يجب أن نستهلك كل يوم؟ 10% من السعرات الحرارية اليومية، 22% من السعرات الحرارية اليومية، 33% من السعرات الحرارية اليومية. جوابكم يكون على الرسائل النصية 4006 مع الاسم الثلاثي واختيار الإجابة. وأقول لكم شيء بعدين، يعني إن شاء الله يمكن نفكر نلغي إجابة. ها دكتورة نفكر نلغي إجابة، سهل عليهم، ما بلحي ما بلحي، خلص رمضان يعني عقب شوي إن شاء الله. عموما مستمعين، انتهت هيئة الصحة بدبي من ربط 10 مراكز من مراكز فحص اللياقة الطبية والصحة المهنية بأحدث النظم التقنية التي أتاحت للمتعاملين من القاصدين للمراكز العشرة فرصة الحصول على خدمات راقية المستوى وبشكل متكامل. طبعا تمكن المتعامل من إنهاء جميع الإجراءات السابقة لعملية الفحص داخل المركز نفسه، ليكون من بعد إجراءات التسجيل ودفع الرسوم المقررة جاهز لإنجاز عملية الفحص المطلوبة. كما يتيح هذا التحول التقني الاستثنائي حقيقة في خدمات فحص اللياقة الطبية فرصة الحصول على تقارير نتائج الفحص إلكترونيا سواء للمتعامل أو الجهات المختصة، وأولها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، دون الحاجة إلى إصدار شهادة ورقية. إنزين، يعني هذا تجسيد للحكومة الإلكترونية في هذا الموضوع. نحن معانا عبر الهاتف الأستاذ ميسى البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير يا ميسى. صباح النور أستاذ أخو محمود، كيف حالكم؟ الحمد لله بخير. صباحك النور يا أخت ميسى، كيف الحال؟ الله يسلمك، الحمد لله. طبعاً نصبح على جميع المستمعين وعليكم جميعاً، وإن شاء الله تكون المعلومات مفيدة للجمهور إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. الحين إحنا كنا بس نبغى نسأل عن المراكز اللي بدأت بالفعل تنفيذ عمليات التطوير واللي استوت في خلال الشهور اللي طافت، ممكن تعطينا فكرة؟ حالياً جميع المراكز اللي هي تخدم الجمهور في إمارة دبي باستثناء المناطق الحرة تم استخدام النظام الإلكتروني الجديد فيها في جميع المراكز اللي هي في إمارة دبي، اللي هي المراكز الرئيسية المحيصنة، الراشدية، الجوز، الكرامة، والمناطق والمراكز اللي هي فيها شراكة مع بعض المستثمرين. فكل المراكز هاي حالياً تستخدم نظام إلكتروني مختلف عن النظام السابق. جميع الإجراءات مرتبطة، لا يوجد فيها تدخل بشري. طبعا معادة اللي هو فحص الأشعة وفحص الدم اللي هو يكون عن طريق الفنيين، ولكن جميع الإجراءات الداخلية بداية من التسجيل والدفع إلى استلام الشهادة والنتيجة كلها أصبحت إلكترونية بدون أي تدخل بشري. ما شاء الله، شيء جميل. زين أستاذة ميسى، وشو عن الشركات الكبيرة والمنشآت كيف تتم عملية التسجيل فيها؟
طبعا الشركات اللي هي من 50 موظف أو أكثر تم إعطائها خاصية التسجيل، يعني روح معطيناهم الخاصية دخول على النظام، يعني النظام أعطيناهم الخاصية. الأفراد يتفضلون يصيروا عند مكاتب الطباعة المعتمدة، بالإضافة إلى عندنا مكاتب خدمية في جميع المراكز اللي عندنا، لأن توجه الهيئة هو تحسين رحلة المتعاملين وتقليل زمن أخذ الخدمة وتقليل وقت الانتظار وتقديم جميع الخدمات المرتبطة في موقع واحد. ممتاز. إنزين أستاذة ميساء، يعني الهيئة عندها أي حق في الإشراف أو الرقابة على اللي على التعاملات اللي تستوي في مكاتب الطباعة، يعني عشان نطمن على يعني سلامتها أو موافقتها للوائح المنظمة وشي؟ نحن حطينا اشتراطات للمكاتب المعتمدة واللي اعتمدناهم جميعا مطابقين للاشتراطات. طبعا بيكون في فريق من الهيئة بيقوم بعملية التفتيش الدوري للمنشآت، ولكن حاليا النظام الإلكتروني هو فقط يتيح للمستخدم بسحب المعلومات جميعا، كل المعلومات تسحب من إدارة الجنسية والإقامة باستثناء البريد الإلكتروني ورقم الهاتف. يعني اللي يستخدم النظام بيقوم فقط بخطوتين، يدخل الإيميل ورقم الهاتف، بس إن الشهادة توصل على الإيميل والنتيجة توصل على رقم الهاتف. طيب. وجميع البيانات تسحب من إدارة العامة الإقامة وشؤون الأجانب. طيب الحين أنا هذا يأخذني سؤال، يعني إذا أنا محتاج إيميل ويوزر نيم ممكن أدخل المعلومات هذه، ليش أنا أتوجه إلى مكتب، يعني أو ليش إن ما كان من الأفضل يعني أن النظام يكون يعني مغلق على مراكز الفحص اللياقة من غير الاستعانة بخدمات المكاتب في عملية التسجيل؟ هذه أخي محمود بتكون في الخطوة القادمة. يعني إن شاء الله الحين تطبيق النظام بيمر في عدة مراحل، نحن الحين في المرحلة الثانية. أوكي. المرحلة النهائية بيكون في استغناء كامل عن مكاتب الطباعة. يعني بيكون في أبليكيشن ويب أبليكيشن. ممتاز. بيكون في موبايل أب، والمعلومات جميعا بتكون متاحة لأنه بيكون عندنا داتابيز، وبنحاول نشوف طرق ذكية للدفع، بالإضافة إنه ممكن إحنا نسوي باقة خدمية مع الجهات الحكومية اللي هي مرتبطة ويانا في نفس الخدمة، إن المتعامل يدفع ويقدم الخدمات كلها في وقت واحد. ما شاء الله. وهذا يسمونه التحول الذكي. نعم. ما شاء الله. في حديث ليش يكون ربط الملف في المريض في مستشفيات الحكومة والخاصة؟ هذا إن شاء الله مشروع ثاني نحن ما نتكلم عنه. عبد الله يسأل عن هذا الموضوع، ما له علاقة بموضوع خدمات اللياقة الطبية. أختي ميسا، في وايد أمور أنتم تبغون توجهونها كرسائل للجمهور على أساس أن يتعاونون معاكم في هذه العملية، خاصة عندما الواحد يتحول من نظام إلى نظام آخر. أعتقد أنه محتاج أن العميل يتفهم هذه المسألة، فخبرينا شو الرسائل اللي تبغين توجهينها للناس على أساس أنه يستوعبون هذا التغيير. طبعا أنا أشكر الجمهور أنهم بالفعل متعاونين ويانا، وفي أول مرحلة في تطبيق النظام كان في بعض التحديات على أساس أن احنا نشجع الجماهير تأخذ الخدمة متكاملة من المواقع الأولية اللي طبقنا فيها النظام، والصراحة كانوا الجمهور جدا متعاونين وكانوا سعيدين جدا بهذا التحول، لأن التحول عطى مساحة للخدمة أن هي تبرز للجمهور وعطاها جودة. يعني مثلا الباقات حاليا عندنا باقة 4 ساعات وال24 ساعة و48 ساعة، والباقة العادية اللي هي خلال 5 أيام. المتعامل يحصل على النتيجة بالضبط بعد أول فحص دم، يعني يقوم به يحصل النتيجة على طول عقب ال24 ساعة بالضبط. ما شاء الله. وهذا يسهل عليهم بعد يعني النتائج خلال شركات التوصيل، فهو ما محتاج أنه يأخذ الخدمة من خلال شركات التوصيل. أوكي. ما شاء الله. ممتاز جدا. طيب كلمة أخيرة تبغين توجهينها قبل لا نختم معك أختي ميسا؟ طبعا توجه هيئة الصحة هي بتنفيذ استراتيجية حكومة دبي للتحول الذكي، فإن شاء الله في هذا الطور في 2018 بيكون في تحول كامل
لخدمات اللياقة الطبية، بنحاول نسعد فيها الجمهور ونحسن رحلة المتعاملين وبنقلل من خلالها زمن أخذ الخدمة، وإن شاء الله بيكون شيء يعني هم بيكونوا سعيدين فيه، لأن نحن هدفنا هو كل جمهور أو كل متعاملين حكومة دبي، لأن طبعا سواء كان مواطن أو من أخوان الوافدين، فالكل يستخدم هاي الخدمة لتثبيت الإقامة للناس اللي تحت كفالتهم. أو شكرا لك. كانت معانا عبر الهاتف الأستاذ ميس البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية في هيئة الصحة بدبي. الدكتورة، سؤال الحلقة شي يقول؟ سؤال الحلقة يقول ما حفظتي للحين؟ للحين ما حفظت. كم من السكر يجب أن نستهلك كل يوم؟ بس أنا عارف الإجابة ترى. 1-10% من السعرات الحرارية اليومية، 22% من السعرات الحرارية اليومية، 33% من السعرات الحرارية اليومية. حذفي لنا إجابة دكتورة. نحذف إجابة؟ زين، نحذف الإجابة الأولى، 10% من السعرات الحرارية اليومية. عيسى يقول تحذفي الإجابة الصحيحة. والله ليش ما تبغى تفوز الجمهور يعني ما يستوي؟ طيب عموما الإجابة على 4006 رسائل. أخواني أنا توني طالع من مركز المحيصن اليوم الثالث بعد معاناة 3 أيام لفحص الطبي لعمي اللي عمره 60 سنة. مركز المحيصنة الله يهديك، شو مودينك مركز المحيصنة؟ هناك زحمة أصلاً، هذا المركز خاص ب يعني أغلبه للعمال، ففي مراكز ثانية ممكن تخلصها. بس عموماً 3 أيام ليش الفحص قالوا 3 أيام؟ لكن في خدمات ثانية ذكرتها اللي هي 4 ساعات وفي 48 ساعة أعتقد قالت، وفي 5 أيام. لا 24 ساعة والـ3 أيام أعتقد، وعقب فيها الأسبوع ما تذكر يعني الله. في خيارات وايد صايمين عادة، ننسى ذاكرتنا مبلي هناك، ما نركز وايد صايرين. عموما نحن بعد الفاصل متواصل معاكم. الإجابة على 4006، ولا تنسون إجابتين ها الحين، يا أما 20% من السعرات الحرارية اليومية أو 30% من السعرات الحرارية اليومية. انزين أنت الله هديك ما يعني ما حذفتي بالتسلسل. المهم الإجابة الثانية، اللي بيكتب الإجابة الثانية أو رقم 2 أو اللي ترى أنا متعمدة عشان أخربطهم شوي. خربطيني أنا الله يهديك دكتورة. إنزين فاصل وراجعين. تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. زي ليش مستعيل؟ عشان هذه الديباجة نخلصها ونعطي المستمعين المعلومات اللي نحن نحتاجها. لكن خبريني سؤال الحلقة وبسرعة مرة ثانية. كم من السكر يجب أن نستهلك كل يوم؟ 1-10 لا قلناها حذفناها. رقم 2 20% من السعرات الحرارية اليومية، رقم 3 30% من السعرات الحرارية اليومية. الإجابة مع الاسم الثلاثي على 4006، والفائز معانا إن شاء الله بيفوز ب 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. دكتور السفر على الأبواب، رمضان يعني ما باقي إلا شيء، إجازة العيد إن شاء الله تكون إجازة يعني، والصيف بعد إيه إجازة زينة، والصيف جاي في مخطط. الحين أنا خليني على الصوب. أنا أبغي أعرف يعني في هذه الفترة دائما ما تكون هنالك يعني الكثير من الأمور اللي نهيئ نفسنا فيها، نجهز الشنطة نجهز، لكن في بعض الأحيان نحن محتاجين يعني نثقف نفسنا ونجهز بطننا زي بشكل سريع. وأهم شيء نجهز مثل ما قلنا قبل شوي اللستة، يعني أنت وين بتسير لازم تسوي لستة في المطاعم، بحيث أن أنت تلف على المطاعم هاي يعني على السريع قبل ما تطلع من هالبلاد، ولا شو رايك؟ والله يعني أنا عندي أشياء ثانية أسويها يعني أكثر من شو يعني
التغذية بعد اللي موجودين معايا على السوشيال ميديا هم يعرفون أنا شو أسوي حق السفر. بس عموما نحن بدأ موسم السفر والأغذية المناسبة اللي بتعطينا يعني إن شاء الله سفرة جيدة, وشو اللي هي العادات اللي يجب علينا أن نتبعها, العادات الغذائية أثناء السفر. بتحدثنا عنها الدكتورة علي عبد الله شواب, أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. صباحك الله بالخير دكتورة. صباح النور والسرور. صباح النور فيكم, الله يسلمكم. منورتنا اليوم دكتورة. بنوركم بنوركم. مسافرة شيء؟ حاليا ما في بلان يعني, بس إن شاء الله. زين, بالنسبة للي عندهم بلان حق السفر دكتورة, يعني قبل أدخل في هذا الموضوع كان في سؤال يقول شو هي الأدوية المناسبة اللي أنا أخذها معايا في السفر. دكتورة يعني في بعض الناس يشيلون معاهم مجموعة أدوية يعني مسكنات كذا, هل هذا الموضوع سليم ولا خطأ؟ وبلاس إنه شو إذا كان سليم شو الأشياء اللي ممكن يأخذونها؟ يعني مثل ما قلت الأشياء الأساسية يعني هي المسكنات مثلا, إذا مثلا يعني صح أني أنا أخذ معايا أدوية؟ ممكن, أو بحين بعد استوى الموضوع يعني خاصة أي بلاد تسيرها يعني ما شاء الله في كل مكان ممكن تحصل يعني صيدليات, ويعني مو بشيء وايد ضروري يعني. ممتاز. بس في ناس يحبون يعني يطمنون لما يسوون احتياطاتهم ويسافرون يكونون مجهزين كل شيء, بالذات اللي عندهم يهال يمكن ياخذون أدوية معينة حق الأطفال ممكن, صح. اللي هو المسكنات أو يعني اللي هي أدوية تخفض الحرارة مثلا, اللي هي دواء الكحول يرقد أول شيء حق الطيارة. هي. هذا زين. لا هذا بس هاي ممارسة خاطئة دكتورة, لان ما بدنا حد يسمي يسوي لنا ايش يسوي محمود حشره لي هال في الطياره. لا ما يستوي بعد, انت دكتوره تقولي هالكلام واحد يبغى يرتاح يعني, اذا خاصه اذا رحله طويله. لا حول, انا ما ادري يا بنتي دكتوره عشان تفهمين الناس الصح من الغلط, قاعد ايش اسمه الدافعين عنهم بلاش اللي يسوونها. زين دكتوره عليا, كيف نحن نحضر نفسنا بالنسبه لافضل العادات الغذائية التي يجب أن نتبعها سواء قبل السفر أثناء السفر وبعد السفر؟ إنزين, أول شيء إذا بنرمس عن قبل السفر, أنت بتعرف البلد اللي أنت بتسير لها, شو طبيعة البيئة اللي في البلد, الثقافة في البلد, نوعية الأكل اللي موجود عندهم, هذا أهم شيء أنت لازم تعرفه. تأخذ مثلا إذا عندك يهال يكون أنت مطعم منهم تطعيمات مثلا الإنفلونزا, هاي الأشياء البسيطة اللي لازم حق الأطفال عشان أساسنا تتجنب الأمراض. أشياء مهمة أنك تتاخذها تعزز المناعة. المناعة أهم شيء في صحة الجسم, أنك أنت تحافظ على جسمك, تحافظ على صحتك أثناء الرحلة من تغييرات الجو, تغييرات مثل المناخية. شو يعني؟ مثل شو اللي ممكن تعزز المناعة عندي؟ مثلا الأطعمة الغنية بالفيتامين سي, الفيتامين دال, الأوميغا 3, البريبيوتكس أو البروبيوتكس, هذه موجودة في المنتجات الألبان. فهذه كلها أشياء أساسية نحن نحضر نفسنا, أو مثل ما نقول نهيئ جسمنا قبل ما نسافر بهاي الأشياء بكمية مناسبة, يعني نحافظ على وجبة بشكل متكامل, نبتعد عن الأشياء الغنية اللي بالدهون, الفاست فود, الأشياء مثل ما نقول الترانس فاتس أو الدهون المشبعة, على أساس تحافظ على جسمك من البداية. إنزين دكتورة, أنت قلتي نهيئ نفسنا قبل السفر, يعني تقريبا مدة كم يعني؟ المفروض بشكل عام أنت تكون محافظين, يعني نحن نكون محافظين على أجسامنا, نحافظ على نوع الأكل, مو بشرط يعني أنا بعرف أني بسافر الحين ببدأ أهيئ نفسي وأهيئ جسمي, لازم هذا يكون نمط حياة من البداية, مو بشرط يعني فترة بسيطة. والله أنا من الفرحة إذا بعرف أني بسافر ما بقدر يعني. لا بس لازم هو بشكل عام, وأهم شيء أهم شيء الجفاف, نشرب ماي وايد, نحاول يعني نعود أجسامنا, في ناس ما متعودة تشرب ماي فبتتعب وايد في السفر, بس هذا شيء أساسي. على طاري الماي, وايد مسألة مهمة أنك أنت أثناء السفر ما تشرب ماي من القلاص أو شيء أو غرشة مفتوحة قدامك, لا جيب الغرشة زين قدامك وخلت تبطل, تكون عارف مصدر الماي. أي مصدر الماي وايد مسألة مهمة. ليش؟ أنا كانت فيه العديد من الأمراض, حالات اللي تسمم. أي حالات تسمم صارت من وراء الماي هذا, صحيح. لكن هذا يعني الواحد يسوي عمره شوية شي سايح أجنبي يشيل دبة ماي عودة وياه في الشنطة هنا
ويمشي ولا والله أفكار حلوة يعني. ها لا مو لأنه بيمشي صح بيستهلك طاقة والماء زين. زين شو بعد غير؟ عشان انت لازم انت تكون عارف طبيعة البلد. إذا بلد مثلا من البلدان النائية، مو بشرط نائية اللي هي نحن نقولها third world، هاي يعني شوي عندهم المناعة مو 100%، الهايجين مش 100%، فأنت ما تجازف ولا تجازف في نفسك في أهلك في عيالك أنك أنت تعرضهم لها الأمور. فمن البداية نفس ما قلت تجهز الماء بشكل يعني تكون معبأ بشكل سليمة، ما ناكل من أي شيء من الفواكه الخضروات، يعني نتأكد من مصادرها مغسولة أو مو مغسولة، تنبس بطريقة زي يعني. طريقة الطبخ ما ناكل أي شيء، في مثلا ناس متعودين أو هاي البلادين متعودة أكلهم ما يكون يعني 100% مطبخ مثل ما نحن متعودين عليه هني. فهاي الأشياء نحن لازم نركز عليها بشكل أكبر من ما أنت تركز عليها في البلاد. يعني مثلا في يعني في بلاد أنت تسيرينها واحد يتوهق في الأكل الصراحة، صحيح يعني ما تحصين شيء تأكلينه. فالحالة شو مثلا إحنا يعني كيف إحنا نقي نفسنا في نفس الوقت مثلا من المطاعم يعني أو الأكل المكشوف اللي في نحاول مثلا ما ناكل من المطاعم اللي في الشوارع، هاي الأكشاك اللي مثل السندويتشات هاي اللي يطبخون قدامك، انت ما تعرف من وين جاي الاكل، من نوع اللحم او نوع ال خلينا نقول اليوتنسلز اللي يستعملونها مغسوله ولا ما مغسوله، يعني هاي الاشياء كلها بتعرضك للامراض، بتقلل وايد من المناعه في الاشخاص اللي اصلا مناعتهم ضعيفه مثل عند الاطفال او الناس اللي الاعمار الكبيره المسنين، هاي مناعتهم بشكل عام تكون ضعيفه فيتعرضون للامراض بشكل اكبر من غيرهم. وفي الناس اللي مثلا ما يحصلون الاكل المناسب شو ممكن ياخذون من جمعيه مثلا؟ من جمعيات الاكل مثلا الاجبان المغلف يعني المغلف بشكل. يعني انت ضامن ان يعني تتاكد من التاريخ الانتاج تاريخ الانتهاء، فضامن هالاكل انت بتاخذه بيكون نظيف بيكون مغلف وصحي، وفي نفس الوقت انت يعني أكلت وخذت كفايتك بدون ما تعرض نفسك للمخاطر. أمساة طرشيني فيديو يعني اثنين من الجالية الأسيوية ياسين لفون سمبوسة زين الله لي راويتي المكان البارحة يا طرشيدة زين الله لي راويتي المكان ولا في نظافة ولا اشتراطات ولا أي شيء، بس عنده لفة خطيرة هاي السمبوسة رويت الواد قالت وحش أنا ما أروم لفتي. هاي شو الكشكات اللي على الشارع وهذا؟ لا داخل مصنع ولا مستودع ولا شو بالضبط ما أدري، لكن على طاري النظافة وايد مسألة مهمة. انزين يمكن دكتورة التطعيمات اللي يجب أن نأخذها قبل السفر بعد هذه وايد مهمة، أن كمعلومة الناس يأخذونه لازم يأخذ التطعيم قبل كم تقريبا أسبوعين؟ يعني هو على حسب البلاد اللي بيسيرها. أوكي. يعني في بعض البلدان عندهم مثلاً أو بيئة معينة فأنت لازم تأخذ تطعيمك قبلها. ومثلاً وفي أدوية مثلاً أنت تأخذها بعد لمدة 10 أيام يعني وأنت ساير. على حسب كل بلدة ويختلف يعني، فأنت لازم تأخذ استشارة قبل ما تسافر، تمر على المراكز الصحية مثلاً أماكن التطعيمات وتسألهم أنا بسير مكان الفلاني شو التطعيمات اللي مثلاً للبلد الفلاني، وإن شاء الله هم بيساعدونك. إنزين نرجع لموضوع الأغذية في السفر. السفر طبعاً بالنسبة للعوائل يعني يسوون ألبوم صور حق الأكل اللي موجود، والواحد نفسيته تنفتح يعني بشكل أو بآخر. يعني شو ممكن نقول عن هالموضوع؟ ما في مشكلة أنك أنت تاكل وتاخذ راحتك، بس في نفس الوقت تحافظ على نوع الأكل. نفس ما قلنا مو بأي شيء بتشوفه يعيبك، طريقة التحضير ولا البرزنتيشن ولا في الشارع شيء حلو بسير أقرب منه، فمو بأي شيء نحن بناخذه. وفي نفس الوقت نحافظ على الجسم، نحافظ على الرياضة، المشي، يعني ما في مانع انك انت بتاكل اكثر بس بتحرق اكثر في السفر، فهذا شيء وهذا الشيء الحلو انه في السفر اغلبية الناس يعني يمشون وايد ويحبون المشي اصلا. صحيح يعني صحيح. بالمقابل يعني هذا شيء زين. وفي عادة حلوة في السفر، الناس اللي يعني تنجذب اكثر للفاكهة الخضروات اللي معروضة اكثر شيء في الشوارع، في صحيح. مثل بلادين تكون موسم الفاكهة فالكل ينجذب لها، بس أهم شيء نفس ما قلنا نتأكد أن هاي الفاكهة أو الخضار مغسولة بشكل جيد، يعني مخزنة بشكل جيد، مو يعني معرضة للتلف أو الحين يا أبوك يحطونها إبر فيها صبغ حق نتأكد من مصدرها، يعني هل هي إنتاج مزرعة محلية أو مستوردة، نتأكد منها مو بأي شيء.
أنا الفراولة إذا ما فيها شوية شيء بياض وهذا مستحيل أكلها، تي واحدة تي حمرة تي هذا اللي يجذب الناس، هذه تخوف. يقول سافرت الصين مع الأهل، هذا منصور يقول سافرت الصين مع الأهل وخذ معلبات لتفادي نوعية الأكل. ليش أكل الصيني زين؟ أكل الصيني وايد حلو، حشرات صراصير جراد. لا لا مو بشرط الجراد زين. عيسى ياكلون كلاب يقول زين. لا بس الجراد زين ولا ما جربت يعني، بس يقولون غني بالبروتين يعني. في بروتين هذه الدكتور تنصحكم في الجراد. لا لا هو لأن كانوا ياكلونها لين الحين والله في الباديه يسوونه كريسبي بعد. زين خلطات يعني. يبلش عقب رمضان. لا مشكورا مسوي دايت. زين شو بعد دكتورة نحن من المواضيع اللي يجب أن نركز عليها في السفر؟ تكلمنا عن المصادر، الأكل اللي بناخذه، شرب الماء، الرياضة. أهم شيء نحن نركز على نوعية الأكل وبشكل يعني مثل ما نقول مكونات كلها، البروتينات، النشويات، الخضرة، الفاكهة، ومجموعة الألبان للبروبيوتكس اللي تحمي المعدة، جدار المعدة من التسمم، تزيد من المناعة الجسم. فهي أشياء وايد مهمة بعد نوع يعني خلينا نقول يتفادونها أو ينسونها برع البلاد أكثر من البلاد. يعني دكتورة أنت قلتي يعني مثل واحد يحضر نفسه ياخذ الفيتامينات المهمة، تنصحين ناخذ اللي هو الحبوب الفيتامينات؟ لا مو بشرط من الأكل يعني. من الأكل لأن في معادن وفيتامينات ما يمتصها الجسم من المصادر السبلمنتس أو المكملات الغذائية أكثر من الأكل، فبالعكس موجودة في الأكل مصادر. حد من الناس يأخذ السناكس معاه اللي يسمونه سناكس عبارة عن الشيبس والكاكاو وما أدري كذا، وايد يأخذ معاه في السفر ويحطهن عنده على أساس إنه تصبيره حق تصبيره. زين هذه تتم عملية استهلاكها بشكل سيء دكتورة؟ طبعا سعرات حرارية بزيادة عن اللزوم ونسبة سكر عالية، وهذا غلط للكبار قبل صار. صحيح. فنحن نعودهم على البدائل اللي أحسن، إذا بنحصل هناك نفس ما قلنا فواكه فريش، خضروات فريش، عصاير، ليش نمنعهم ونتجه إلى الأشياء اللي مضرة بالصحة؟ طيب سؤال الحلقة دكتورة لأننا باقي لنا 3 دقائق ونوقف استقبال الإجابات على هذا السؤال. شو يقول سؤال؟ كم من السكر يجب أن نستهلك كل يوم؟ أقول الإجابة؟ لا بعدنا الإجابة بعد 3 دقائق. زين 20% من السعرات الحرارية اليومية، 32% من السعرات الحرارية اليومية. الإجابة على 4006. 3 دقائق ونوقف وإن شاء الله بنسحب على اسم الفائز معانا في هذه الحلقة. شو تصاصرون أشوفكم في السوريو؟ تغششني الإجابة. شو السالفة؟ خلاص لازم شوي يساعد عندنا دكتور التغذية يعني لازم ما يستوي. يقول هذا ما الخبز والجبن والصين بعدهم الخضار والفواكه، بس الأكل الصيني لا أكل صيني ولا غيره ولا. بالعكس الأكل الصيني سيفود وايد لذيذ. إيه بس وايد مغذي بعد. إيه الواحد يعرف من وين يأخذ المصادر. من وين إذا مطبوخ ولا لا. إذا هي على طريق الشقة هاي حلوة تكون. دكتورة الحين نحن السفر بادي عقب رمضان على طول، يعني عندنا هذه الإجازة وايدين بيطلعون فيها إجازة العيد، فرصة يستأنسون فيها إذا كانت الإجازة إن شاء الله أسبوع عقب رمضان وسفر. شو لازم أسوي لأن البطن بعد مو مهيئ؟ وزن على وزن. إيه صح. لازم من الحين شوي تهيئ جسمك. أصلاً تبي تظهر من رمضان بندخل على العيد وحلويات وخربطة، لازم شوي تعود جسمك إن أنت تعدل أكلك، تعدل نوع النمط اللي أنت بتمشي عليه، مو على طول من رقاد وأكل وحلاوة ومرة واحدة بتسافر. أنت بتتعب، جسمك بيتعب والمعدة بتتعب بشكل كبير، ما بتتدارك هالشيء إلا وأنت في السفر وخلاص يعني وصلت لمرحلة أن أنت تعبان. إنزين دكتورة وبالنسبة للوجبات يعني هنا أوقات في السفر أنا أحس ما أقدر أكل غير وجبة واحدة. صح. هذا هالشيء صحي ولا شو؟ ومو بصحي، بس لو تلاحظين الناس اللي بتاخذ وجبة واحدة اللي هي وجبة رئيسية بيكونون خلال اليوم يعني مثل ما نقول grazing على وجبات خفيفة. المشكلة ما تحسين باليوع يعني. فلازم نعود نفسنا يكون عندنا مثلا سناكس صحية، شيء فيه بروتين، شيء فيه مثلا
مجموعات ألبان، فاكهة، خضروات من خلال اليوم تشبعنا، نبتعد عن الحلويات والشيبس، هاي الأشياء ونخلي الوجبات الثلاثة يعني لازم تكون على الأقل، على الأقل وجبتين رئيسيات والباقي وجبات خفيفة. كم من السكر يجب أن نستهلك اليوم دكتورة؟ ها شو رأيكم؟ جميل. 20% 20% من السعرات الحرارية اليومية. من الفايز ويانا؟ الفائز الحين بيختار عيسى، وقفنا استقبال الإجابة على هذا السؤال. طبعا جائزة السؤال 500 درهم مقدمة من هيئة الصحة بدبي. في السفر استوي رياضي بحت كله مشي زين وايد زين زين، حد جاوب هني قلنا الإجابة فقط على 4006. إن شاء الله باكر عندنا مسابقة ثانية. هل الاكثار من شرب العصائر المعلبة يؤثر ولا دكتورة؟ نسبة سكر عالية فيها. نفضل شرب الماء أكثر من العصائر، يعني إذا في مجال اشرب ماء. ليش تستهلك السوائل من جسمك تكون أكثرها عصائر؟ هي نسبة سعرات حرارية ونسبة سكر عالية، وما تعرف هاي العلب يعني فيها نكهات مضاف إليها ولا لا، وإذا كانت تفرش العصائر. نعم، وإذا كانت تفرش أو لا. بعد يقولون خبراء التغذية دائما حتى العصير فرش بعد لا تأخذه، خذ الفاكهة نفسها. هي تأخذ الفائدة أكثر ونسبة سعرات حرارية أقل، لأن العصير الكوب العصير كم فاكهة استخلصت منها الكوب هذا. أي. 3-4 حبات فاكهة في كوب عصير، وانت ما بتأخذ كوب واحد، يعني هالكوب يخلص بسرعة وخدت زيادة عن اللزوم. إذن الفائز معانا اليوم في سؤال حلقة اليوم 500 درهم مقدم من هيئة الصحة، أسلم حسين البلوشي. مبروك يا البلوش. أسلم حسين البلوش، ألف مبروك يا أسلم، فاز معانا ب 500 درهم. انزين دكتورة قبل لا نختم معاك، خبرينا شو تبغين تقولي لنا كنصائح عامة. بما أنكم إن شاء الله مقبلين على السفر، استانسوا في السفر، وانسوا نفسكم وانسوا عيالكم، بس في نفس الوقت حافظوا على أنفسكم وعلى صحتكم، وخلكم جاهزين من كل النواحي أساس ما تخترب عليكم السفرة، وإجازة سعيدة إن شاء الله. إن شاء الله على الجميع يا رب. إن شاء الله. ولا تنسون اللستة مال المطاعم مثل ما وصيتكم بعد. ولا شو رأيك أنت محمود في خاطركم؟ لا تخلون في خاطركم. أنا رأيي شوفوا لكم لستة المتاحف، الأماكن التاريخية هذا لازم. وياها يعني بعد البطن، يعني لازم الواحد بعد يهتم بطنه، نرضي جميع الأذواق. أنا ما أدري أبنكم دكاترة تصحون الناس. الله العالم. عموما جزاكم الله خير دكتورة علي عبد الله الشواب، أخصائية التغذية بمستشفى راشد في هيئة الصحة بدبي. نحن شاكرين لك تواجدت معنا، ويعني مبروك عليك ما تبقى من الشهر. علينا وعليكم. شكرا دكتورة علي، ونورتينا صراحة اليوم. الله يسلمكم إن شاء الله. شكرا لك دكتورة بدرية الحرمي. العفو محمود، ما قصرتي. وشكرا جزيلا لكل اللي استمعونا اليوم، وإن شاء الله كنا خفاف عليكم، وإن شاء الله نشوفكم متى؟ الخميس؟ لا الحين باكر موجودين، والخميس موجودين بعد. بعد. زين. جزاك الله خير دكتورة بدرية. شكرا لك يا أميرة الأخفلي، ما قصرتي اليوم. ما سويتي لي بيس، سوي بيس. أوكي. وشكرا لك يا عيسى، عيسى سبيل. وهذه تحياتي، محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع الجديدة والمتجددة بكم حقيقة مستمعين الكرام. نقول لكم في الختام دمتم بصحة وسعادة. وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.